بالعلم ويا العمل ضاريني جت للناس نور للأمل سابق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، نبدأ على بركة الله المحاضرة الثانية من كورس الأسئلة والأجوبة. معاكم مهندس شعبان تميم، ومحاضرتنا النهاردة إن شاء الله شابتر التايم. سريعا هنبدأ على طول في الأسئلة عشان الوقت، ومع كل سؤال هنتكلم عن أهم الحاجات اللي تتعلق بالامتحان، ويا رب يكون السؤال ظاهر كويس قدامكم. السؤال الأول يا جماعة نقراه مع بعض كده ونجاوب على طول في الشات. هو هنا في السؤال الأول بيقول لك إن أنت هتطبق الريسورس ليفلنج على المشروع بتاعك، أي من الجمل الآتية يعتبر صحيحا؟ إيه اللي صح في الأربع اختيارات اللي عندك دول اللي بيتوافق مع الريسورس ليفلنج؟ الله ينور عليكم جميعا. طبعا من الحاجات المهمة للامتحان إنك تعرف الفرق ما بين الريسورس ليفلنج والريسورس سموزي. الاثنين دول تبع تكنيك اسمه ريسورس اوبتمايزيشن. في الريسورس ليفلنج انا بعمل بالانس للديماند بتاع الريسورس بتاعتي مع الطلبات. الريسورس ليفلنج دايما بيأثر على الكريتيكال باث وغالبا بيخليه اطول. في الريسورس سموزنج الكريتيكال باث نوت الاويد تو بي افكتد، انا ما باثرش على الكريتيكال باث وانا شغال في الريسورس سموثنج. طبعا الاختيار الصح، الله ينور عليكم كلكم، الاختيار الصح الاختيار دي. ندخل سريعا على السؤال الثاني. هنا في السؤال الثاني جايب لك نشاطين وعايزك تحدد العلاقه ما بينهم. بيقول لك في السؤال ان هو ما يقدرش يبدا في الدور او في الطابق العلوي غير لما ينتهي من الطابق السفلي، ايه نوع العلاقه ما بين الاثنين اكتيفيتي دول؟ تمام، العلاقه فينش تو ستارت، لان انا النشاط الثاني ما يقدرش يبدا غير لما النشاط الاول ينتهي. ودي من الريليشن، اشهر الريليشن بين النشاطات هي الفينش تو ستارت. الله ينور عليكم. في الامتحان بقى دي مهمة جدا للامتحان. في الامتحان هيجيب لك ثلاث نشاطات ويسألك ايه العلاقة ما بين كل نشاطين. هيجيب لك A و B و C، وهيجيب لك في الاختيارات العلاقة ما بين A و B عبارة عن ايه، والعلاقة ما بين B و C عبارة عن ايه. طبعا سؤال مهم، السيكشن ده مهم تفهمه جدا جدا بإذن الله، عليه سؤال في الامتحان وسؤال مش سهل ومش مباشر. يعني انت مش هتلاقيها جايه مباشره ان حاجه لازم تخلص عشان اللي بعدها تبدا، او حاجه تخلص عشان اللي بعدها تخلص، مش هيكون مباشر. بس انت لازم تفهم ما تحفظش. الله ينور عليكم. الاختيار طبعا دي هو الصح، العلاقه فينش تو ستارت، لان انا ما اقدرش ابدا النشاط الثاني غير لما النشاط الاول ينتهي تماما. السؤال الثالث، هنا في السؤال الثالث بيقول لك ان العميل بتاعك بيقول لك ان في منافس ليه هينزل بالمنتج بتاعه في السوق قبل ما المشروع بتاعنا يخلص ونطلع المنتج بتاعنا احنا، هينزله قبل ما نخلص احنا بشهر. انت قلت له لا ما تقلقش، ده احنا عندنا حاجات نقدر نعملها ونقدر نضغط الجدول الزمني بتاعنا. انت بقى هتقول له ايه وانت بتشرح له بقى التولز اللي ممكن تستخدمها عشان تضغط الجدول الزمني بتاعك؟ عندنا طبعا اكتر من طول وتكنيك من نضغط بيهم الجدول الزمني، منهم الكراشنج والفاست تراكنج، وكل واحده فيهم عليها سؤال في الامتحان. لازم افهم الفرق ما بين الكراشنج والفاست تراكنج. لازم تعود نفسك انك تقرا السؤال بسرعه، اي سؤال المفروض ما ياخدش منك اكتر من دقيقة و10 ثواني بالكتير، او دقيقة و12 ثانية. والسؤال ده طوله كده مناسب لطول اسئلة الامتحان، يعني اسئلة الامتحان طولها قريب من الطول ده او اقل حاجة بسيطة يعني. تمام، كل الناس مختارة بيه وكل الناس صح، الله ينور عليها. هو هنا في بي بيقول لك ان الكراش والاد كوست هويفر الفاست تراكنج بيأد ريسك. على فكرة الكراشنج برضه بيعمل لي ريسك،
بس اقل بكتير مقارنه بالفاست تراكنج. الفاست تراكنج ممكن ينشا عنه ان انا اصرف فلوس كتير اكتر من اللي هصرفها في الكراشنج لو حصل عندي نيجاتيف ريسك، لو حصل عندي ان انا عملت اوفر لابنج ما بين الاكتيفيتيز اللي الافضل ان هي تشتغل ورا بعضها على التوالي، لو انا اشتغلتها على التوازي ممكن ينتج عني ري وورك ان انا يطلع عندي ديفكتس كتير فاضطر اعيد الشغل، وفي الحاله ديت المشروع هيتاخر وهصرف فلوس اكتر من اللي كنت هصرفها لو انا هعمل كراشنج. مهم جدا للامتحان، مهم جدا للامتحان تعرف الفرق ما بين الاثنين. وات اباوت سي؟ الاختيار سي بيقول لي كراشنج ويل اولويز شورتن ذا دوريشن اوف يور بروجكت، وبرده دي نفس الكلام، فاست تراكنج ويل اولويز شورتن ذا دوريشن اوف يور بروجكت، كلام تمام. السي والدي طبعا انا اصلا بستخدم الاثنين دول عشان اعمل شورت للديوريشن، لكن مش في كل الاحوال بنجح ان انا اقدر اعمل شورت للديوريشن. يعني ليس بالضروره ان الكراشنج او الفاست تراكنج هيقلل لي زمن المشروع، ما هوش قران، مش 100% ان انا لو طبقت التكنيك ده او ده هقلل زمن المشروع. انا لسه بقول لك الفاست تراكنج، الله ينور عليك، الفاست تراكنج ممكن يعمل لك ري وورك فتصرف فلوس اكتر وتطول مده المشروع اكتر واكتر. وندخل سريعا على السؤال الرابع، وبرضو الكراشنج انا بزود كوست ذا ليست كوست. يعني لو انا عندي، خلينا الاول نقول المعلومه ديت، في الكراشنج انا بزود كوست بس اقل كوست ممكن ازوده. يعني لو انا عندي نشاطين، في نشاط هيقلل لي شهر والنشاط الثاني هيقلل لي شهر برضه، بس نشاط منهم هصرف عليه 1000 والنشاط الثاني هصرف عليه 500، ما ينفعش اروح لابو 1000 انا باخد ابو 500، ذا ليست كوست. وانا شغال في الكراشنج باخد اقل كوست. نشوف السؤال الرابع. السؤال الرابع سؤال مباشر. انت سمعت بتسمع مدير مشروعك على طول بيقول الترم اللي هو البروجكت كاليندر، وانت بتساله ايه هي البروجكت كاليندر دي؟ هو هيجاوبك ويقول لك ايه؟ يعني ايه هي البروجكت كاليندر من الاربع اختيارات دول؟ سؤال مباشر جدا جدا، مش شبه اسئله الامتحان خالص. ما اعتقدش انك تشوف. الله ينور يا مهندس وليد، سرعه ممتازه. البروجكت كاليندر اللي هي الوركينج بيريودز او وركينج دايز او وركينج اورز اللي هي مده الشغل. سؤال مباشر مش هنقف عنده كتير، وما هو شبه اسئله الامتحان، صعب تلاقي في الامتحان سؤال مباشر او كده. تمام، زين بي رايت. تمام، على فكره الله ينور عليك يا باشمهندس وليد. البروجكت تيم ممبرز بلاند فاكيشن ديت فعلا بارت من البروجكت كاليندر، بس البروجكت كاليندر اكبر من كده. برضه سي ودي اجزاء من البروجكت كاليندر، بس البروجكت كاليندر اكبر من كده. التعريف في البيم بوك هو الاختيار ايه، والثلاث اختيارات التانيين اجزاء موجوده بالفعل في البروجكت كاليندر. الله ينور عليك يا مهندس علي. ندخل على السؤال الخامس. برضه سؤال خامس، السؤال الخامس سؤال سهل على الريليشن ما بين الاكتيفيتيز وبعضها، ودي حته مهمه جدا باكد تاني ان شاء الله عليها سؤال في الامتحان. كويشن 5 بيقول لك في نشاط لا يمكن ان هو يبدا غير لما اللي قبله يخلص. الله ينور يا مهندس عاطف، مهندس ايهاب، الله ينور عليكم جميعا. فينش تو ستارت، مهندس هيثم سلموني. طبعا الفينش تو ستارت ان النشاط الثاني لابد ان هو ما ينفعش ان هو يبدا غير لما النشاط اللي قبليه يكون خلصان تماما. تمام، السؤال السادس. السؤال السادس سؤال جميل مش مباشر قوي. هو هنا في السؤال السادس بيقول لك ان انت بتعمل انالايزنج للسكادول بتاعك وذ ليست فليكسبيليتي. يعني ايه وذ ليست فليكسبيليتي؟ كريتيكال تشين ميثود، الاختيار ايه؟ كريتيكال تشين ميثود، ريزيدنس دايجرام، الاختيارات ما بين ايه وسي.
وغالبا الاختيار بي هيكون هو الاختيار الصح. تمام، الناس اللي اختارت الخيار ايه؟ الاول انا يعني ايه وذ ليست فليكسبيليتي؟ وذ ليست فليكسبيليتي معناها ان في لو نشاط اتاخر المشروع كله هيتاخر، وده ما بيكونش غير في النشاطات اللي هي على الكريتيكال باث. طيب اول اختيار اللي هو الكريتيكال تشين ميثود، الكريتيكال تشين ميثود انت بتحط بفر. الله ينور الله ينور، ايوه ناس تقول بيها اهيت. طالما لو لا في الامتحان برضه في سؤال على الكريتيكال تشين ميثود، هتشوف كلمه بفر في السؤال وانت مغمض روح على كريتيكال تشين ميثود وانقل على السؤال اللي بعده عشان ما تضيعش وقتك. اقول تاني اهوت، هتشوف بفر في السؤال هتروح على الكريتيكال تشين ميثود. هنا ما فيش بفر عندي ولا في اي حاجه بتدل على ان انا ولا ان انا خدت الريسورس كونسترين معايا وانا بعمل الشبكه بتاعتي، فما فيش اي حاجه بتدل على ان انا شغال في الكريتيكال تشين. الكريتيكال باث ميثود اللي هو الاختيار بي هو الاختيار الصح، لان الليست فليكسبيليتي معناها ان لو نشاط اتاخر المشروع كله بتاعي هيتاخر، وده ما بيكونش غير في الانشطه اللي هي موجوده على الكريتيكال باث. والاختيار دي ورك بريك داون انستراكشن ده مش تبعنا خالص، ملوش دعوه بالموضوع. الاختيار الصح الاجابه الصح كريتيكال باث ميثود. ندخل على السؤال السابع، سؤال ياخد نص دقيقة بالظبط في الحل أو أقل كمان. بيقول لك مشروعك هيتأخر أو متأخر ثلاث أيام، وكمان مفيش فلوس إنك تزود الريسورسز بتاعتك، تحت الظروف دي هتعمل إيه؟ على فكرة أسئلة الامتحان يعني الامتحان أربع ساعات، الامتحان يتحل في ساعتين ونص، الامتحان الحقيقي ساعتين ونص يحلوه لو حد عارف الأسئلة هيقراها. يعني لو حبيت يعني نظم وقتك في الامتحان على قد ما تقدر، ممكن يعني انا عن نفسي في الامتحان بتاعي انا كنت بقرا السؤال مره واثنين وثلاثه، يعني بعض الاسئله كتير مش شويه. الناس كلها مختاره ايه؟ فاست تراكنج. تمام، وزي ما قلنا الفاست تراكنج والكراشنج كل واحده فيهم عليها سؤال. الفاست تراكنج بستخدمه لان انا ما عنديش بادجت او ما عنديش اي امكانيه ان انا اعمل اديشنال ريسورسز، فانا هختار الفاست تراكنج. طيب هسألكوا سؤال، لو انا معايا فلوس ان انا اعمل اديشنال ريسورسز، نفس السؤال ده، هو انا في السؤال هنا ده سؤال سبعه، لا السؤال سبعه ده انا معيش فلوس. لو انت معاك فلوس وعايز تعمل كومبريشن للسكادول بتاعك وجايب لك في الاختيارات كراشنج وفاست تراكنج، تختار ايه؟ يعني لو هنقول نفس السؤال رقم سبعة ده بس انا معايا فلوس، اختار ايه؟ يعني كراشنج علشان انا معايا فلوس. تمام، ايه مين تاني عايز يقول رايه؟ تمام هختار بيه اللي هي كراشنج. تمام كراشنج تمام. طب هو انا ما اقدرش اعمل فاست تراكنج؟ يعني انا ما اقدرش اعمل فاست تراكنج حتى لو انا، الله ينور عليك يا مهندس وليد. طبعا الفاست تراكنج انا هبعد عنه طالما معايا فلوس، لان هو هيزودني الريسك، وزي ما ايه ما قلنا من شويه ان هو ممكن ينشا عنه ريورد. سؤال رقم 8 ماشي، هو قال نو ماني فخلاص انا في السؤال، انا السؤال رقم 7 طالما قال نو ماني انا بختار الفاست تراكنج. الله ينور، لكن احنا عدنا السؤال تاني وقلنا لو انا معايا فلوس وعندي الاختيارين، لو انت معاك فلوس ومعاك الاختيارين انت تقدر تعمل الاثنين، بس الاصح انك تعمل كراشنج عشان ايه؟ الفاست تراكنج هيزود لك الريسك. السؤال الثامن، السؤال الثامن طبعا سؤال مباشر جدا، بيقول لك ازاي تحسب الفلوت لاي نشاط. تمام، معظم الاختيارات مع الخيار الصح اللي هو الاختيار دي. طبعا انت الفلوت الحته بتاعت الفلوت انا عندي اكتر نوع من انواع الفلوت. الاول لو قال لك فلوت او سلاك او توتال فلوت او توتال سلاك، كلها مترادفات، يعني فلوت هي هي التوتال فلوت، هي هي السلاك هي هي التوتال سلاك. ايه بقى هو التوتال فلوت او الفلوت او السلاك او التوتال سلاك؟ هو المده اللي يمكن النشاط ان هو يتاخرها من غير ما ياخر المشروع، من غير ما المشروع ككل يتاخر. طيب الفري فلوت، الفري فلوت، الفري فلوت المده اللي النشاط ممكن يتاخرها من غير ما ياخر البدايه المبكره للنشاط الذي يليه. طيب انا عندي حاجه اسمها بروجكت فلوت، ممكن تقابلك في اسئله بروجكت فلوت.
اللي هي المدة اللي ممكن مشروع ككل يتأخرها من غير ما يأثر على المشروع اللي وراه، لو أنا شغال في بروجرام أو بعمل كذا مشروع أو في بورتفوليو، البروجكت فلوت المدة اللي ممكن يتأخرها المشروع ككل من غير ما يأخر المشروع بداية المشروع اللي بعده. عندي كمان حاجة اسمها نيجاتيف فلوت. نيجاتيف فلوت يعني ممكن يقول لك إن أنت المشروع بتاعك المفروض يخلص خلال 30 يوم، لكن انت بحساباتك وكل حاجه ما ينفعش مش هتقدر تخلصه بعد 35، يبقى انا الفلوت بتاعي هنا ماينس 5، يبقى ده اسمه نيجاتيف فلوت. السؤال التاسع، السؤال التاسع سؤال طوله نفس طول اسئله الامتحان تقريبا، بتبقى في نفس الطول ده. كويشن 9، السؤال ده سؤال فكروا فيه، فكروا في السؤال ده كويس قبل ما تجاوبه. هو هنا بيقول لك ان واحد من الفريق بتاعك بيقول لك ان النشاط بتاعه مش هيقدر يحدده بقيمه واحده ثابته، وانت قررت تستخدم الافريج ليبر اورد. افريج ليبر اورد، الافريج ليبر اورد هتبقى في ال 3 بوينت ولا في البارامتريك ولا تمام؟ انا ما اقدرش ازعلكم، انتوا كلكم مختارين. لا في واحد غير كلامه، هو المهندس عاطف. رجعت ليه يا مهندس عاطف؟ لا 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 لا، احنا كنا ماشيين كويس يا جماعه. هو طبعا السؤال خادع شويه. تمام، علاقات من الماضي افريج. تمام، هي في 3 بوينت في انك بتستخدم الافريج. تمام، انا عندي بروح على 3 بوينت استيميتنج. لو هو ذكر لي في السؤال الثلاث قيم الموست لايكلي والبستمستك والاوبستمستك زي ما هيقابلنا سؤال دلوقتي عليها، الكي وورد بتاعت البارامترك اللي هي بير، يعني مثلا العامل بيسحب 25 متر كابل بير داي بير اور، وبرضه الافرج ليبر اورز هي مرادفه للبير. فهو هنا في السؤال هنا استخدم البارامترك استيميتنج، هنا في السؤال التاسع استخدم البارامترك استيميتنج، لان هو انا عندي ان هو استخدم الافريج ليبل اورز من المشاريع السابقه، علاقه حسابيه مع الايه؟ مع الهيستوريكال انفورميشن اللي هي بالظبط بيوصف لي البارامترك استيميتنج. مهم جدا الاستيميت، الجزء بتاع الاستيميشن اللي هو في التايم والكوست مهم جدا في الامتحان وعليه اكتر من سؤال، خصوصا البيتا. البيتا تحفظ القوانين بتاعتها كويس في الامتحان، مش هيقول لك استخدم البيتا ديستريبيوشن او التريانجلر ديستريبيوشن، مش هيحدد لك تستخدم ايه، مش هيحدد لك في الامتحان. لو حدد لك حاجه هتروح عليها طبعا، لو ما حددلكش وده في الغالب مش هيحدد لك في الامتحان، بتستخدم البيتا اللي هي بتضرب الحد الاوسط في 4 وبتقسم على 6 علشان هي مور اكوريت، ولو حسبتها بالثانيه هتلاقي في اختيار ثاني بيتناسب مع الطريقه الثانيه. يعني في الامتحان هتلاقي فيه اختيارين من الاربع اختيارات هيديك ثلاث قيم مثلا، ويقول لك ان في حاجه سعرها الطبيعي تبقى مثلا 10 بس حصل ظروف وهتتراوح من 6 ل 16، فهيكون عندك ثلاث قيم 6 و10 و16، هيقول لك ايه المده المناسبه او ايه القيمه المناسبه ليها. هتستخدم القانون بتاع، لو استخدمت بتاع بيتا هيديك اختيار من الخيارات، ولو استخدمت الخيار اللي بتقسم فيه على 3 بتاع التريانجل هيديك اختيار تاني. فايه في الامتحان بتستخدم البيتا لو ما ذكرلكش انك تستخدم الطريقه الثانيه علشان هي مور اكوريت. السؤال التاسع الاجابه الصح البارامتريك استيميتنج. بارامتريك استيميتنج، ليه بارامتريك استيميتنج؟ لان الافريج ليبر اورز از ا تايب اوف بير، زيها زي الايه؟ زي البير. سريعا ندخل على السؤال رقم 10، سؤال صغير برضو، اسئله الامتحان اطول من كده حاجه بسيطه. الله ينور عليكم جميعا، والله ممتازين. هو بيقول لك في السؤال انت كمدير مشروع عاوز تتاكد ان في انشطه معينه ما تتاخرش عن ميعاد انتهائها، يعني كل نشاط من النشاط دي المفروض يخلص في ميعاده. يعني ايه الانشطه؟ ايه الانشطه ديت؟
طبعا النشاطات اللي هي على المسار الحرج ما ينفعش ان هي تتأخر ابدا، لان هي لو اتأخرت هتأخر مدة المشروع ككل. الاختيار الصح زي ما كلكم مختارين الكريتيكال باث اكتيفيتيز. ندخل على السؤال الحادي عشر. السؤال ال11 تمام، ده هيجي سؤالين او ثلاثة، يعني سؤالين تقريبا زي السؤال اللي قدامنا ده بالظبط في الامتحان، سؤالين اللي هو بيديك فيه، لا ده بيطلب فيه الستاندرد ديفيشن، في الامتحان مش بيطلب الستاندرد ديفيشن، لا في الامتحان بيطلب الايه؟ القيمة كتوتال، القيمة المتوقعة كتايم او ككوست. هو هنا طالب منك الستاندرد ديفيشن. السؤال الحادي عشر، السؤال رقم 11، الله ينور. طبعا هو مديك ثلاث قيم، 22 و16 و18. انت عشان تحسب الستاندرد ديفيشن ما انتش محتاج غير الاوبستمستيك والبستمستيك، مش محتاج غير ال 22 وال 16 اللي هو بتترقم من بعض وبتقسم على 6، 22 على 16 ب 6 على 6 فعل واحد، الله ينور عليكم، اللي هو الاختيار رقم واحد. سؤال مباشر جدا، السؤال رقم 12 عن تعريف اللاج. ما ياخدش طبعا ثلاث ثواني في الحل سؤال زي ده، وبرضه ما فيش سؤال في الامتحان هتلاقيه بالطريقه دي. بس احنا بنعمل ريفريش للمعلومات اللي عندنا. ادي مهندس وليد الله ينور. كله مختار دي تمام، اللاج والليد، اللاج والليد. المهم تعرف الفرق ما بينهم. مش مهم قوي يعني. اللاج تايم، اللاج اللي هو ويتنج تايم. ده سؤال تاني مباشر صعب تشوف زيه في الامتحان. الله ينور مهندس هيثم، مهندس هاني عزوز منورنا يا مهندس هاني. السؤال رقم 13 سؤال فاعل برضه، مديك نشاط معين ومديك الايرلي ستارت والليت ستارت والايرلي فينش والليت فينش، وبيقول لك هل الاكتيفيتي ديت اون كريتيكال باث ولا هذا لاج، هذا ليد نوت از نوت اون ذا كريتيكال باث. هو طبعا الخيار بي وسي، انت يعني مفيش اكتيفيتي لوحدها يديها لك وهتقدر تعرف منها ان هي ليها ليد او لاج، لازم يكون في اثنين اكتيفيتي على الاقل عشان تعرف اللي بينهم ليد ولا لاج. فانا ما عنديش اي انفورميشن تقدر يعني اقدر اعرف بيها الاختيار بي او سي، فانا من النظره الاولى بيعتبر مش معايا، بيفضل معايا الاختيار ما بين اي ودي. فببص طالما في فرق ما بين الايرلي ستارت والليت ستارت، خلاص انا عرفت ان هيبقى في فلوت، فاكيد هي مش على الكريتيكال باث. الله ينور عليكم، الاجابه الصح الخيار الصح الاجابه رقم دي. السؤال الرابع عشر، سؤال سهل ومباشر وكويس. بيقول لك انت في مشروع كونستراكشن وانت ادرت مشاريع مشابهه في الماضي، ايه افضل طريقه لاستخدام الهيستوريكال انفورميشن؟ What is the best way to use historical information؟ طبعا احنا عارفين الاو بي اي او الاورجنايزيشن بروسس اسيت جزء منها الهيستوريكال انفورميشن، وهو الخيار فيه بس اللي هو فيه اورجنايزيشن بروسس اسيت اللي هي متنازمه مع الهيستوريكال انفورميشن، ولذلك هو الخيار الصح. البارامتريك الاختيار ايه؟ بارامتريك استيميتنج او استيميشن مالوش علاقه بموضوعنا. ذا بيست واي از تو نوت يوز ذا بريفيوس بروجكتس ارتفاكتس بيكوز يو وونت تو ستارت فروم سكراتش. يعني بيقول لك مش صح انك يعني ما تاخدش حاجه من المشاريع السابقه، وانت عشان تبقى شاطر وحلو لازم تبدا من الصفر تاني. طبعا ده مش صح، انا بستخدم الحاجات اللي في الماضي والاو بي علشان اقلل الوقت بتاعي. الاختيار دي اللي هو بيقول لك اونلي ريوز ذا سكادول اند كوست مانجمنت بلان از زي ار ذا موست امبورتنت ارتفاكتس. طبعا انا ايه اللي يخليني اشتغل او استخدم او اعيد استخدام وثيقتين بس او مستندين بس، مع ان انا عندي الصلاحيه وعندي الامكانيه ان انا استخدم كل حاجه. فبرضه A وB وD اقدر استبعدهم بسهوله، مفيش غير الاختيار C هو المناسب وهو الاختيار الصحيح. السؤال الخامس عشر،
برضه طول السؤال ده شبه طول أسئلة الامتحان كطول يعني. يعني طول أسئلة الامتحان قريب من طول أو أقل حاجة بسيطة من إيه؟ المهندس وليد اختار الإجابة رقم سي. طب السؤال هنا عندنا طبعا مزدوج حاجتين، حاجة إنك تحدد الريليشن هل هي فينش تو ستارت ولا ستارت تو فينش، وتحدد الليد أو اللاج. المهندس وليد اختار اختيارين عادي، ما عادي يا مهندس وليد ممكن تعلم على اختيارين في الامتحان، بس الموت هتختار لك الاختيار اللي ايه التكه الثانيه بس. هو بيقول لك انت شغال في مشروع سوفت وير وفي نشاط معين هينتهي في 30 ديسمبر، والنشاط الثاني المفروض يبدا قبل انتهاء النشاط الاول ب 14 يوم. طبعا طبيعي ان حاجه بعد حاجه هتبقى فينش تو ستارت، وبيقول لك بيرير يعني قبل، يبقى اكيد ليد بيرير او بيفور يعني ليد. لو قال لك افتر يبقى هتختار اللاج. ايه بقيت الناس مش عايزه تجاوب معانا ولا ايه؟ ما فيش المهندس وليد، المهندس عاطف، الناس نامت ولا ايه؟ ايوه كده يا باشمهندس هاني، الله ينور عليكم، الله ينور عليكم. الاختيار الصح هو الاختيار. مهم حته العلاقات ما بين الانشطه وبعضها، وعليها سؤال في الامتحان. وبعد ما نخلص الشابتر هناخد نقطتين يعني اربع خمس نواقص كده من اللي هم ان شاء الله في الامتحان. ال 25 سؤال دول مركزين على نقط الامتحان ما عدا نقطة واحدة مش موجودة هنا، اللي هي اللي بتحسب فيها الديوريشن بتاع المشروع وبترسم فيها الشبكة بتاعتك، مش موجودة هنا. هننوه عنها بعد ما نخلص ال 25 سؤال دول. السؤال السادس عشر، سؤال 16، وان اوف يور تيم ممبرز اوف يور بروجكت وونتس تو انكريز استيميشن اوف ذا اكتيفيتي he is working on. He thinks it is almost certain for a risk to happen and it will ensure the result most quickly. المهندس عاطف مختار بي ايه؟ دي فصيلة الدم ولا ايه دي يا مهندس عاطف؟ ايه؟ ماشي يا مهندس عاطف. تمام. معظم الناس مع الاختيار سي اللي هو بيقول لك always estimate the activities honestly. طبيعي ان احنا لازم نشتغل بايثكس ونشتغل honestly. And then you can use a contingency reserve to cover for the unexpected costs. طب السؤال هنا بقى، هو الكونتنجنسي ريسيرف ديت للاكسبكتد كوستس ولا الانكسبكتد كوستس؟ هل الكلام ده صح؟ هل الكونتنجنسي للانكسبكتد ولا للاكسبكتد؟ اكسبكتد نون انون. تمام، نون انون. يعني ايه نون انون؟ تمام. الكونتنجنسي ريسيرف بتستخدم للاكسبكتد ريسكس، للاكسبكتد ريسكس او الايدنتيفايد ريسكس اللي انا اخترت اللي انا اعمل معاها اكتف اكسبتنس وحطيت احتياطي عشان استخدمه في حل ايه حدوث الريسك دي. لكن وان كانت الريسك اكسبكتد وايدنتيفايد الا ان الكوست ستيل ان اكسبكتد، فالاختيار الصح هو الاختيار سي. يعني هي للاكسبكتد ريسك بس بتظل الكوست ان اكسبكتد. ندخل على السؤال. طبعا الاجابه الصح اللي هي الايه؟ الاختيار رقم سي. السؤال 17 سؤال سهل ومباشر اهوت. بيقول لك انت شغال في مشروع سوفت وير، انت في التايم مانجمنت في عمليات التايم، والعميل بتاعك بيسالك عن المده المتوقعه او التقديريه لكل نشاط، هترد عليه ازاي؟ سؤال رقم 17 سهل ومباشر. طبعا اول حاجه بيقول لك نمبر اوف بيرسونز، لا انت في الديوريشن ما بتعملش نمبر اوف بيرسونز، ممكن جزء من الريسورسز ماشي. ان انا بعمل الاختيار بي اماونت اوف ايفورت، لا انا ما بعملش اماونت اوف ايفورت هنا خالص. نمبر اوف ريسورسز شبيهه للاختيار ايه وبرده غلط. الله ينور عليكم. الاختيار الصح هو الاختيار دي اللي هي اماونت. سؤال سهل ومباشر وبعيد شويه عن اسئله الامتحان. الاختيار رقم 18 which of the best project management tools to determine the longest time the project can take.
هو طبعا عشان تحدد انت عشان تعمل كريتيكال باث وتشوف اطول مسار عندك، فطبعا انت عشان انت عايز تعرف عايز تطلع في الاخر بالكريتيكال باث، فانت طبعا بتعمل النيتورك دايجرام عشان توصل للكريتيكال باث. فالاختيار الصح اللي هو النيتورك دايجرام اللي انا بستخدمها عشان ارسم بيها الشبكه بتاعتي واطلع بيها الكريتيكال باث. الاختيار الصح الاختيار سي. الله ينور عليك. الناس اللي اختارت سي والناس اللي اختارت غير سي تركز شويه يا جماعه. النيتورك دايجرام هي الطول اللي بستخدمها عشان احدد اطول مده زمنيه ممكن اخدها المشروع. السؤال رقم 19 قال سؤال كويس برضو معقول شبه سلسله الامتحان برضو، لو بيسالك على حاجه وبيقول لك انت هتلاقيها في اي دوكيومنت برضو شبيه لسلسله الامتحان. سلسله الامتحان برضو ممكن يقول لك اي موقف ويقول لك هترجع لاي وثيقه او لاي مستند. الناس كلها طبعا مختاره بيه. تمام. انا عندي حاجه اسمها التشينج مانجمنت بلان اللي هي بيبقى فيها خطة التغيير العامة للمشروع ككل، وكل خطة فرعية. الله ينور يا مهندس خالد، قلناها المحاضرة اللي فاتت ان السي سي بي ده مجموعة أشخاص، ما هيش دوكيومنتس ولا مستندات ولا وثائق ولا غيره. كل خطة فرعية فيها ازاي أنا هدير التغيير وهعمل التغيير المتعلق بالنولج اريا اللي أنا بعمل لها الخطة. خطة الاتش السكوب فيها ازاي هعمل تشينج على السكوب، خطة التايم فيها ازاي اعمل تشينج على التايم، وفي التشينج مانجمنت بلان اللي هي خطة عامة للتغييرات في المشروع كله. ما يسألكش على دوكيومنت وبتختار ابدا السي سي بي، ازعل منك. السي سي بي مش مستند اصلا، يعني التشينج كنترول بورد ما هوش مستند، ما هوش دوكيومنت اصلا. يعني لو سألك على مستند ولقيتها ما تبصلهاش اصلا، ما تفكرش فيها، وفر الوقت بتاعك. وعشان نوفر وقتنا احنا كمان هندخل على السؤال ال 20 طبعا اللي هي السكادول مانجمنت بلان الاجابه الصح. اولا احنا قلنا الفري فلوت والفري سلاك هو من شويه قلناها، فشفتهم الاثنين استبعدتهم الاثنين، مفيش اجابتين هيكونوا صح او مترادفين ابدا. شفت حاجتين مترادفتين في الاختيارات الغيهم الاثنين تماما، ما تفكرش فيهم، استحاله استحاله. فالفري فلوت هو الفري سلاك. انا لو مش عارف اجابه السؤال اصلا، لو انا عارف بس ان الفري فلوت هو الفري سلاك استبعدتهم الاثنين. اللاج ملوش علاقه بموضوعنا خالص، هات بقى اختيار واحد اللي هو التوتال فلوت وهو الاختيار الصح. الله ينور يا باشمهندس عاطف، يا باشمهندس محمد رشدي، يا باشمهندس هيثم، يا باشمهندس كان، الله ينور عليكم. طبعا الفرق ما بين الليت والايرلي فينش لاي تاسك اللي هو التوتال فلوت مش الفري فلوت. الاجابه الصح توتال فلوت. سؤال 21 تمام. ده سؤال كويس، سؤال كويس. ايه اي من التالي اللي ممكن تستخدمه عشان تحدد الديوريشن استيميت لايه لكل نشاط لكل اكتيفيتي؟ طب ليه الاختيار دي هو اللي صح؟ الناس كلها بتختار دي. الله ينور عليك، هو دي هو الصح، بس ليه دي هو اللي صح؟ اشمعنى اخترنا دي؟ ايه نو تايم المايلستون ليست؟ ما هي المايلستون ليست ما فيهاش تايم. المايلستون ليست زيرو تايم، واحد ايكوال زيرو. طيب المايلستون الديوريشن بتاعها بزيرو، تمام؟ طب والكوست بتاعتها بزيرو برضه ولا ممكن يبقى لها كوست؟ المايلستون احنا عارفين المايلستون هو ايفنت او تاريخ بدايه مشروع نهايه مشروع. او الفيس جيت ماشي، هو زيرو تايم. زيرو تايم هل زيرو كوست؟ هل المايلستون زيرو كوست ولا ليها كوست؟ ملهاش كوست. المهندس وليد بيقول لنا ملهاش كوست، زيرو كوست. في كوست طبعا المايلستون هاف ازيرو ديوريشن اند ازيرو كوست. ده حدث مفيش كوست. لا مفيش كوست، وان كانت ما ذكرتش في البين بوك موجوده في مراجع ثانيه صريحه ان المايلستون زيرو كوست. وارجع للمراجع الثانيه يا مهندس وليد، ده حدث ما هوش ده حدث.
هل تاريخ بداية المشروع ده ليه كوست؟ هل تاريخ نهاية المشروع ليه ده ليه كوست؟ هل تاريخ وصول ده تاريخ حدث نقطة زمنية يعني ايفنت بوينت اوف تايم وصول معدة معينة كده يعني مفيش كوست وموجود في مرارة. انا هبعتها لك يا مهندس سوري بعد المحاضرة هبعتها لك. طبعا انا هنا بستخدم الاكتيفيتي ليست والاكتيفيتي اتريبيوت عشان هما الاثنين انبوت في العملية دي في العملية بتاعت استيمت اكتيفيتي دوريشن الاثنين انبوت. المايل ستون مش هتلاقيها في الانبوت. سو نو ديوريشن يا باشمهندس هيثم ونو كوست برضه. السؤال رقم 22 هو هنا برضه بيتكلمك على الديوريشن وانت لكل اكتيفيتي وانت جمعتهم على بعض علشان تحسب الكومبليشن ديت بتاع المشروع بتاعك وبيسالك ايه الخطا اللي انت عملته او ايه الحاجه اللي انت اللي ميسنج او نسيتها او كده. سؤال سهل ولذيذ وبرضه السيكونس بتاع العمليات مطلوب جدا في الامتحان وعليه اعتقد سؤالين او ثلاثه بيجوا على سيكونس العمليات. يعني مثلا يقول لك انت عملت ديفاين سكوب وبعد كده هتعمل ايه؟ اعمل طبعا ايه؟ كريت دبليو اس او اللي هي ديكومبوزيشن للدريفلابل لسمولر كومبوننت. تمام يلا نجاوب السؤال 22 وهقول لكم على سؤال برضه بيجي في الامتحان على التايم. تمام ايوه كده خلينا في ايه يا جماعه بلاش بيه خلينا في ايه؟ هو انت يا جماعه عملت استيميشن للدوريشن بتاع كل اكتيفيتي وراح مجمع كل الاكتيفيتيز اللي في المشروع جمع الديوريشنز على بعضها وقال هو ده الديوريشن بتاع المشروع هل ده صح؟ هل انا باخد كل الاكتيفيتي واحطها ورا بعضها او اجمع الديوريشنز بتاعتها على بعضها عشان اطلع مده المشروع ككل؟ الله ينور يا باشمهندس هاني الله ينور يا باشمهندس سويس باشمهندس عاطف باشمهندس محمود الله ينور عليكم. طبعا انا ما ينفعش ان اجمع كل المده التقديريه لكل النشاطات لان انا عندي نشاطات بتتعامل مع بعض على التوازي فانا بجمع النشاطات او المده التقديريه لكل نشاط على المسار الحرج فقط علشان اطلع الدوريشن بتاع المشروع. الله ينور عليك الكريتيكال باث بس ولا انا ايه؟ جمع عليه الاختيار الصح ولا الاختيار ايه؟ انا ما عملتش الكريتيكال باث ما عملتش النتورك دياجرام عشان اطلع الكريتيكال باث ليه؟ لان هنا برضه هو بيقول لي في الاجابه يو كان نوت سيمبلي اد اول ذا ستيمت ذير ار سم اكتيفيتيز ويتش كان بي دون ان بارلل and this would be determined by the network diagram. هو اللي هيحدد لي ايه اللي هيشتغل ورا بعض توالي وايه اللي ممكن نعمله مع بعض على التوالي. طيب هو انا بعمل ايه الاول؟ بعمل استيمت للريسورسز الاول ولا للديوريشن الاول؟ ايه اللي بيجي الاول؟ الريسورسز الاول. خليك دايما حافظها زي اسمك وخليك فاكر دايما انك بتعمل الريسورسز الاول قبل الديوريشن علشان دي عليها سؤال في الامتحان في ترتيبهم ورا بعض. عليها سؤال في الامتحان، ترتيب العمليتين دول عليهم سؤال في الامتحان. السؤال رقم 23. الله ينور عليكم، طبعا انا عندي اي اكتيفيتي لما باجي عايز اعمل لها كومبريشن او اضغطها شويه او اضغط مجموعه نشاطات انا ببص لحاجتين مهمين. حاجة منهم اللي هي الكوست اللي هو جابها في السؤال، الحاجة الثانية طبعا اللي هي الريسك واللي هما الحاجتين اللي انا ايه بفاضل ما بينهم وانا بستخدم الكراشنج والفاست تراكنج. اللي احنا قلنا كل واحدة منهم عليها سؤال في الامتحان. طبعا الإجابة الصح هي الايه؟ الاختيار رقم C. السؤال رقم 24 وأتمنى إنه يكون واضح محدش يقول نزل بقى ولا طلع وما تتابعونيش معاكم يا جماعة. السؤال رقم 24 If your customer is pushing you to complete the project a week before the original schedule. Then what is the best thing to do? العميل بتاعك عايز تخلص المشروع قبل المده بتاعته الطبيعيه باسبوع. ايه افضل شيء ممكن تعمله؟ Look for options to crash or fast track. تمام الله ينور عليكم. الاختيار الصح هو بي طبعا. ها انت عايز تعمل كومبريشن فمن ضمن التولز اللي انا بعمل بيها كومبريشن الكراشنج او الفاست تراكنج وبي هو الاختيار الصح. الله ينور عليكم. اخر سؤال معانا في التايم. مديك ثلاث قيم وبيقول لك احسب بقى الايه
استخدم بيرت علشان تحسب الثري بوينت استيميت للمشروع. سؤال الامتحان في سؤال او اتنين في الامتحان شبه ده بالظبط، بس مش هيقول لك استخدم البيرت، هيسيبها لك عايمه، بس انت برضه هتروح تستخدم البيرت عشان هي ايه مور اكيوريت. لو قال لك استخدم حاجه ثانيه طبعا استخدم اللي هو يقول لك عليه في السؤال. طبعا هو هنا في السؤال مديني الثلاث قيم اللي هم ال 30 وال 25 وال 20. تعويض مباشر في القانون، و النتيجه اللي هتطلع هتبقى هي اختيار الله ينور. طبعا هي يعني حتى من غير آلة حاسبة بتقدر ليه بي الناس اللي مختارة بي ليه بي 30 زائد 4 25 زائد 20 بجمعهم على بعض وبقسمهم على 6 يديني كام؟ 30 زائد 100 ب 130 زائد 20 ب 134 130 يبقى 150. 150 على 6 فات كام؟ 150 على 6 150 على 6 فات كام يا جماعه؟ اختيار 25 طبعا اللي هو الاختيار سي. لو ما ذكرش في الامتحان حاجه معينه نستخدم بيتا اللي هي بيرت اللي هي اللي احنا استخدمناها في السؤال ده، لانه في الامتحان غالبا مش هيذكر. وطبعا المهندس هاني عزوز اعتقد ان انت نجحت يا مهندس هاني، خلاص نجحت صح؟ الله ينور عليك، انت منورنا النهارده ضيف شرف بقى، بتفتش عليا ولا ايه يا باشمهندس هاني؟ طب بشرة خير ان شاء الله تنجح يعني، بشرة خير. اعتقد شفت اسم شبه اسمك ناجح، ان شاء الله تنجح باذن الله. والناس الموجوده كلها اي حد محتاج اي مساعده من اي نوع الا الفلوس طبعا، اي حاجه غير الفلوس تواصلوا معايا على الخاص عادي تحت امركم في اي وقت. طيب يبقى هنا الاختيار الصح الا الفلوس طبعا، الفلوس محمود ما عرفكوش ساعتها يعني، وقت مجهود مذكرات اي حاجه تحت امركم. طبعا الايه الاختيار الصح هو الاختيار خمسه اللي هو اختيار سي 25 ويكس تعويض مباشر في القانون. معانا ملف هنا، او قبل ما نروح للملف انت عندك في شابتر الطيم حاجات كتيره، او شابتر الطيم دسم ومليان حاجات لازم تعرف الفرق ما بينهم. يعني انت مثلا عندك في الطيم الاكتيفيتي ليست، وكان عندك هناك الدبليو اس في السكوب، مطلوب تعرف الفرق ما بينهم. عندك الليد واللاج، مطلوب تفهم كل واحده وتعرف الفرق ما بينهم. عندك الثلاث حاجات بتوع الاستيميشن، الانالوجاس والبارامتريك والثري بوينت، تفهمهم وتفهم امتى تستخدم كل واحده. يعني لو خدنا على مثال سبيل المثال الانالوجس، مطلوب منك تعرف ان هو بيستخدم لو انا ما عنديش معلومات كافيه، بيعتمد على الهيستوريكال انفورميشن بس، ان هو سريع كويكلي، ان هو ليس كوستلي ما بيكلفنيش كتير، وعلشان كده فهو ليس اكيوريت كده. يعني مطلوب منك تفهم كل واحده بستخدمها امتى ومواصفاتها ايه وايه الكي وورد بتاعتها في الامتحان. برضه في الثري بوينت عندك اللي هي اللي بتقسم فيها على 3 وبتقسم فيها على 6، البيتا والتراي انجلر. عندك الريسيرف اناليسيز، الكونتنجنسي ريسيرف والمانجمنت ريسيرف، تفهمهم وتعرف فرق بينهم. عندك الكريتيكال باث والكريتيكال تشين، الكريتيكال تشين ميثود عليها سؤال في الامتحان، هتشوف بفر هتروح على الكريتيكال تشين على طول. عندك الريسورس ليفلنج والريسورس سموزنج، تعرف فرق ما بينهم. عندك الوات اف والوات اف اناليسيز والسيموليشن، طبعا الوات اف اناليسيز عليها سؤال في الامتحان برضه. الكراشنج والفاست تراكنج، البروجكت سكادول والسكادول بيز لاين، اللي شابتر التايم دسم وعليه في الامتحان. يعني انا اعتقد شفت بتاع 7 اسئله ولا 8 اسئله على شابتر التايم لوحده في الامتحان. طيب انا معايا ملف كده هحاول افتحه، يا رب تشوفوه معايا كويس. يعني هو اكيد موجود عندكم، هو لسه بعتهولي الاخ وليد. اوكي ناو تمام. هو طبعا احنا هنروح على الحاجات اللي خاصه بالطايم على طول. طب انتوا شايفين السؤال رقم 9؟ تمام. النقطه رقم 9 بقى بتقول ايه؟ بتقول لك انا مش شايف على نفسي كويس. يعني بيقول لك انت مدير مشروع وشغال او عمال تحسب في مده الانشطه، وطلبت مساعدة من الآخرين، من هو أفضل شخص ممكن يعطيك
مدة النشاط ده. تمام كده؟ سؤال مباشر وسؤال فاهم. هو بيقول لك في الامتحان ايه؟ بيقول لك انت مدير مشروع وعاوز تحسب مدة نشاط معين وما عندكش معلومات تستخدمها، فعملت ايه؟ فكلمت مدير مشروع تاني علشان يساعدك في حساب مدة النشاط. فمدير المشروع التاني استخدم الهيستوريكال انفورميشن وايه؟ واداك مدة النشاط. وبيسألك بعد كده ايه التكنيك او التول اللي انت استخدمته علشان تحسب مدة النشاط؟ طيب دلوقتي انا عندي حاجتين، انا رحت لواحد سألته والواحد ده استخدم هيستوريكال انفورميشن وبيجيب لك في الاختيارات اكسبيرت جادجمنت وبيجيب لك انالوجس استيميت. لو جالك بالصوره اللي انا بكلمك بيها ديت ان انت سالت واحد والواحد الثاني راح عمل راح بص على الهيستوريكال انفورميشن وجاب لك الايه؟ جاب لك مده النشاط، تختار ايه؟ تختار الانالوجس ولا الاكسبيرت جادجمنت؟ تمام تمام ما تتلخبطش في الامتحان. هو المدير الثاني، الله ينور عليكم، المدير الثاني اللي انت رحت طلبت منه المساعده ده عمل انالوجس، الثاني عمل انالوجس، انما اللي انت عملته واللي انت استخدمته هو سؤال محير والله. الله ينور عليك، لو انا اللي كنت عملت بنفسي يبقى انا كده بعمل الانالوجس، انما انا رحت سالت حد ثاني والبروجكت مانجرز الثانيين برضه بيعتبروا من السبجكت ماتر اكسبيرت. طيب خلينا نروح على السؤال ده، جاي لي انا في الامتحان يا جماعه، اللي انا بقوله لك ده جاي لي في الامتحان. تمام، شايفين النقطه رقم 19؟ الملف ده مهم جدا جدا جدا، نركز عليه بس نفهمه كويس ونشوف الاجابات اللي فيه صح ولا لا وما نحفظش يعني. شايفين النقطه رقم 19؟ طيب النقطه رقم 19 برضه سؤال امتحان، ان هو بيديك سؤال خاص بمخطط شبكه الجدول الزمني، وهتكون الاجابه فينش تو ستارت ما بين A و B وفينش تو فينش ما بين B و C. هو بالفعل في الامتحان هيديك ثلاث نشاطات A و B و C، مش هتكون مباشره جدا انك بسهوله او بمجرد النظر تفهم العلاقه، يعني هيديك النشاط الاول مثلا ديزاين اوف حاجه معينه، والحاجه الثانيه مثلا امبلمنتيشن اوف حاجه، نفس الحاجه ديت ديبند اون ذا ديزاين اللي هو اتعمل اللي هو الاكتيفيتي ايه، فديبند اون انا مستني الديزاين يخلص او الحاجه التاسك الاولاني يخلص عشان اعمل الثانيه، فاصبحت العلاقه ما بين ايه وبي فينش تو ستارت، لازم ايه تفينش الاول علشان البي تستارت معايا. وهيديك التاسك السي ان انت بتقفل حاجتين مع بعض، بتقفل الاكتيفيتي سي مع الاكتيفيتي بي، فهتبقى العلاقة ما بين الاكتيفيتي بي والاكتيفيتي سي فينش تو فينش. فينش تو فينش تمام، ده سؤال نقطة مهمة جدا جدا. طيب النقطة رقم 20، سؤال بيطلب منك رسم شبكة وأول ما تشوفه روح للخيارات اختار الخيار اللي فيه كلمة incomplete، اختارها مباشرة وروح على السؤال اللي بعده وما تضيعش وقت في رسمها. لا طبعا، انت لازم ترسم كل حاجة تجيلك ترسمها، ما تحفظش وما تعتمدش على اي حاجة زي كده. انت لو رسمت ولقيت فعلا الشبكة الملف ده موجود على الجروب، اصلا لسه اخ بعته لي من ثلاث ايام ولا حاجة يعني رقم 20، طبعا انت لازم ترسم الشبكه، حاجه من اثنين، لو الشبكه كامله معاك وما فيهاش اي مشاكل هتحسب وتطلع الديوريشن عادي خالص زي اي مساله جدول زمن، او ان الشبكه هتلاقيها مش كامله، يعني هتلاقي مثلا اكتيفيتي مثلا مش واصله بحاجه بعديها، يعني هتلاقي كل حاجه رابطه ببعضها لحد الاند عفوا، وهتلاقي خط مش واصل، هتلاقي حاجه مش واصله، اكتيفيتي مش واصله باي حاجه. لو في اكتيفيتي مش واصله باي حاجه بعديها فهتختار انكومبليت لو موجوده في الاختيارات. لكن اللي بتيجي واللي جات لي انك هتلاقي اربع اكتيفيتي عاملين مع بعض دايره، هتطلع من دي تدخل على اللي بعديها ترجع، هتقعد تلف في الدايره مش هتعرف تطلع من الدايره. وهتلاقي في الاختيارات فيوليتد باي سيركل، ان الشبكه تم خرقها بدائره، ان انت مش هتقدر تمشي. اللي هي اللوب اللي هي جيرت، الله ينور عليك يا باشمهندس محمد عمر،
فالنقطة رقم 20 ديت لازم ترسم وتشوف شكلها ايه. لو طلعت لوب او فيها دايرة هتبقى ايه فيوليتد. اديت زائد الايه طبعا النقطة رقم 24 برضو على الاستيميشن مباشر بيديك ثلاث تقديرات وهتحسبها بالبيتا لان هو ايه ما بي مش هتحسبها بالبيتا لان هي مور اكيوريت. مش هيقول لك تستخدم ايه، هيديك ثلاث قيم وانت بتستخدم البيرت على طول. النقطه رقم 26 حلينا زيها في الاسئله، بيقول لك ان ايه هيديك بادجت وهيديك فلوس وعايز يضغط في الجدول الزمني، فهتختار ايه؟ هتختار كراشنج. والاخ محمد الجيرس مش مذكوره في البين بوك على ما اذكر، ما شفتهاش، ما افتكرش ان انا شفتها في البين بوك خالص. في كتب بره تقريتها زي كده اتعرضت ليها، فحتى لو شفت جيرت في الامتحان غالبا هتكون اختيار خاطئ، يعني مش هتكون اجابه صحيحه. طيب كده شابتر التايم يعتبر خلص معانا الاسئله بتاعته والنقط المهمه للامتحان. بكره هناخد الكورس ان شاء الله، هنخلص يوم 24/5 هيكون ان شاء الله تكون اخر محاضره على اي حال من الاحوال. بكره ان شاء الله هناخد الكورس ان شاء الله. الملف ده بقى هذاكره من الفيديو، الملف ده ان شاء الله اللي عايز يبقى يتواصل معايا هبعته له من عندي، مفيش اي مشكله. والاسئله هتلاقوها على الايه؟ في الفيديوهات برضو اللي على منتدى الدوره ده للبشمهندسه نجلاء ما افادت. علشان يلا ما ايه ما نضيعش وقتكم. ان شاء الله بكره في نفس الميعاد هناخد الكوست، وان شاء الله يوم زي الخميس مثلا لو حبيتوا ناخد محاضرتين او ناخد شابترين او ثلاثه لو عايزين زي ما تحبوا يعني. بس تواصل معايا خاص، احنا افضل مصدر بنحل منه اللي هو ايه ابلكيشن ايديو ده، وفي حاجات انا هنزلها على الجروبات بتاعتنا اللي هي بي ام ستادي وبلان ودرو اكتف والجروبات بتاعتنا كلها واداره المشاريع. انا كنت منزل بوستات قديمه، الصوت وصل يا جماعه ولا لا؟ انا كنت منزل بوستات وناس ومنزل اسئله كتير بتاعت 100 سؤال، 100 سؤال تقريبا، المهندس ياسر القاضي واكثر من حد دخل اشاد بيها وقال هي فعلا يعني ركزوا عليها. انا هحاول ادور على البوست وانشره تاني على الجروبات كلها دلوقتي بعد المحاضره على طول. ممكن تحفظوا الاسئله دي معاكم وتسيفوها وتفهموها كويس جدا جدا، والامتحان ان شاء الله ما هوش صعب ولا حاجه، وربنا ينجحكم جميعا. واشوفكم بكره على خير في نفس الميعاد، واللي عايز اي حاجه او اي اضافه يتواصل معايا على الخاص. وجزاكم الله خيرا وربنا ينجحكم جميعا، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.